راوية ممثلة مغربية من الوزن الثقيل كيلقبوها بلابو الشاشة. زادت في مدينة أزمور، البدايات ديالها كانت فوق خشبة المسرح مع فرقة القناع الصغير سنة 1971، ومن بعد خلات الفن والشغلات في وزارة الصحة، وحيت بقات فيها الشوكة ديال الفن خدات التقاعد النسبي ورجعت للشاشة وتخلات على البشاشة وخلات الغباشة، وشاركت في فيلم سينمائي كنوز أطلس سنة 1996 واشتهرت بالأدوار ديالها الشرير. شاركت في عدد كبير من الأعمال التلفزية والسينمائية وخدت جائزة أحسن ممثلة في مهرجان قرطاج السينمائي، وكانت ضمن لجنة التحكيم في مهرجان مراكش السينمائي. راوية اليوم غادي تفتح لنا قلبها وغادي تروي لنا حكايتها. رحبوا معنا براوية.